نعم. ولا كي ولا كان فقدوا حتى الكلمات والجمل من اجل هذا الفريق اللي كنا منذ الامس يعني كنفرحوا به، وكان جماهير القنيطريه يعني بقات يعني مكتوفه الايدي، ما بقات لقات مزيان. وعلاش مكتوفه الايدي؟ لماذا؟ علاش؟ واش القنيطره خاصه شي حاجه؟ واش القنيطره ما عندهاش رجالاتها؟ واش القنيطره اللي عطات وعطات لاعبين وعطات مسيرين اكفاء وعطات وعطات وعطات، الان خنق القنيطره تخبط في مشاكل؟ منين جايين هاد المشاكل؟ حاج شريدي بالامس كانوا يعني انا بغيت تهضر معايا دكتور بكل صراحه، لانه بلاش كاين شي حاجه في القنيطره، لان ما يمكنش. شريدي كما تتلمذنا على ايديكم وكما كنعرفوا مدينه افيان، فالصراحه هي الله يحفظك الله يحفظك يعني هذا هو اللي كنعرفوه، هذا الشيء اللي كيتوخاو لنا الجمهور المستمعين الكرام. نعم. فالنادي القنيطري الجمهور منذ يعني القدم هذه واحد خمس سنوات ولا اكثر، فهم كانوا كيحاربوا دومو لانه حقا كان مشاكل. الان يطالبون السيد دومو للعوده، وهو الذي لا يرغب بالعوده الى فريق النادي القطري، خصوصا وان الفريق دابا في هذه اللحظه هذه حتى شي واحد ما يمكن يتقدم للترشح من اجل رئاسه هذا الفريق اللي هو يعني غارق في الديون كثيره. هذا اللي غادي يجي خصو يعطي من ماله الخاص، خصو يعطي من جهده الخاص، مال يعني. وهذه ما يمكن يديرها الا العائله ديال دومو. هادشي اللي مولف النادي القطري مولف، كنعرفو انا من نهار عرفت النادي القطري عرفتو بعائلة دومو الله يرحمه، ولا الابن ديالو اللي تا هو يعني عنده إلمام بكرة القدم. يعني حتى المسيرين يمكن عندهم رغبة باش يطلع الفريق، ولكن ما كتكفيش الرغبة الحاج شريدي، خاص تكون هناك استراتيجية، برنامج محدد، عنده بعض الأهداف اللي مسطرة. نعم. والأهداف ما يمكنش تحقق بالتمني، ليس نيل المطالب بالتمني، ولكن خاصنا الدنيا تاخذ غلابه، يعني غلابه باش تكون اموال، عندك مصادر اللي تتك فيها اللي غتعطيك وغتمولك، انت جيتي في وسط السنه.